ايضا معايا في هذه اللحظات الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. استاذ عمري برحب بك في البدايه، واكيد يعني شيء جيد جدا ومفاجاه جيده جدا هو التعاون مع القوات المسلحه لتطوير العديد من الامور داخل النادي الاهلي في مختلف افرع النادي سواء في الجزيره مدينه نصر والشيخ زايد. طبعا كلنا عارفين طبعا اداء القوات المسلحه العالي الحقيقه خلال الفتره الحاليه في الكم الانشاءات ما شاء الله اللي عاملينها الحقيقه لمصر على كل المستويات. الحقيقه يمكن النظره دي خلت مركز اداره النادي الاهلي عنده الفتره الجايه محتاج اداء سريع جدا، محتاج شغل اعلى شغل افضل. ارتقينا الحقيقه ان احنا نلتقي مع جهاز المشروعات بالقوات المسلحه، ويمكن كان في جلسه زرناهم الحقيقه في مقر جهاز المشروعات والتقينا الحقيقه مع كل الساده المسؤولين المحترمين وتناقشنا في خطه عمل كامله الحقيقه خلال الفتره القادمه باذن الله على مستوى الفترات الجايه الاربع سنين جايين ان شاء الله، ويتقسموا عباره عن كل سنه ايه كم المنشات اللي ممكن تتعمل وازاي يحصل في تعاون كامل معاهم. الحقيقه كلنا اتفقنا على تصور على عدد من المستويات، قدموا عدد من الرسومات الحقيقه المميزه جدا 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 اللي هتسعد الحقيقه اعضاء النادي الاهلي وجماهيره خلال الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله اللي هيعلن عنها خلال شهر 2 باذن الله. وكان النهارده يمكن بدايه العمل ان احنا بنوقع بروتوكول على تطوير في الثلاث افرع اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد، وان شاء الله باذن الله كده في مؤتمر خلال شهر 2 هتعلن كافه التفاصيل بالكامل بالتعاقدات بالرسومات الجديده بالمنشات بخطه المدد بتاعتها في التنفيذ بكل التراخيص بتاعتها بكل الاجراءات السليمه والاجراءات الرسميه اللي المفروض بالحقيقه النادي الاهلي بيتحرك على اساسها. هيبقى في كمان لقاء خلال الاسبوع القادم الحقيقه مع معالي الوزير المحافظ القاهره الحقيقه لتسهيل مهمه الاجراءات الحقيقه برضو في حضور الحقيقه يعني رجال القوات المسلحه اللي هيكونوا معانا مشاركينا الحقيقه لتنفيذ المشروعات القادمه باذن الله رب العالمين. نعد الناس انهم هيشوفوا حاجه حلوه قوي، حاجه مميزه جدا الحقيقه خلال الفتره الجايه. الحقيقه مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب الحقيقه باذل خلال الفتره الجايه الفتره اللي فاتت الحقيقه مجهود كبير جدا في ان احنا نوقف على كافه المشروعات اللي هتنطلق واللي هتعلن. هيكون في العديد من الحقيقه المؤتمرات خلال شهر 2 هيعلن عن خطه عمل في اكثر من ملف مهم جدا، هيبقى البدء فوري بعد المؤتمر في خلال 3-4 ايام على طول على كل الملفات اللي المفروض هتعرض في شهر 2 ان شاء الله باذن الله على اكثر من ملف. تمام. في ملف خاص بالنواحي الانشائيه، في ملف خاص بالنواحي الطبيه، في ملف خاص بنواحي التواصل مع الاعضاء، ثلاث ملفات كبيره جدا بمشروعات عملاقه ان شاء الله باذن الله رب العالمين تعلن خلال 15 يوم الجايين بشكل مميز جدا ان شاء الله باذن الله. ازاي تم التنسيق ما بين النادي الاهلي والقوات المسلحه لتوقيع هذا البروتوكول؟ واكيد هي خطوه ذكيه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لانجاز المشروعات والخطه الزمنيه اللي وضعت لحسم العديد من الملفات طبعا زي ما وعد المجلس في ايام الانتخابات ان شاء الله لاعضاء النادي الاهلي. بصوا خلينا نكون واضحين، احنا يمكن من البدايه عارفين ان احنا معانا اربع سنين مجهدين جدا لينا في ان احنا محتاجين نشتغل 24 ساعه في 24 ساعه، وده الفعل الحقيقه الفتره اللي فاتت دي احنا مركزين بشكل قوي جدا وبادئين من اول يوم تركيز. يمكن كان في العديد من اجتماعات مجالس ادارات واجتماعات المكتب التنفيذي خلال فتره شهر ونص اكثر من 14 اجتماع، فاعتقد ده معدل عالي جدا لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي ان خلال شهر ونص يبقى في هذا الكم الحقيقه من الاجتماعات وهذا الكم من اللجان اللي بتشتغل وبتقدم تقاريرها وبتعتمد تقاريرها في مجلس اداره. يمكن احنا عندنا مجلس يوم 31 ان شاء الله الشهر ده هتعتمد فيه الخطه بالكامل اللي هتعلن الفتره الجايه خلال الشهر 2 باذن الله. كان ده السبب يمكن لقائنا مع القوات المسلحه، واحنا نعلم كويس قوي انه التركيز تملي على التنفيذ باداء عالي جدا بسرعه عاليه جدا بالحقيقه اسعار برضو مميزه جدا باجراءات انا شايفها بالنسبه لنا هتكون الافضل. فاحنا الحقيقه يمكن التقينا كلنا على مصلحه واحده، وبعدين احنا مستوعبين كويس قوي دور النادي الاهلي اللي بيقدمه لمصر على كل المستويات. الناس محتاجه انها تشوف نشاط رياضي مميز جدا، الناس محتاجه انها تشوف منشات رياضيه على مستوى عالي، محتاجين نبص على الكلام ده كله. اعتقد الحقيقه هيبقى ان شاء الله نجاح مثمر للطرفين. كان في اتفاق اكيد او اتفاقات عديده ما بينكم وبين القوات المسلحه قبل تواجدهم النهارده وقبل الاجتماع، بس عايز اعرف اهم المناقشات اللي دارت او دارت في الاجتماع النهارده. والله الحقيقه كان في ملفات كتير، بس انت عارف انا مش حابب احرق المفاجاه. تمام بالظبط، لانه هيبقى في عندنا مؤتمرات هتعلن فيها، في حاجات هتتحط كمان في الافرع في النادي خلال الفتره الجايه، هيبقى برضو في تنسيق كامل مع الحقيقه القوات المسلحه في اكثر من ملف.
حتى الجزء الملف الرقابي، الكاميرات، الشغل، الشاشات الليد، يعني حاجات كتير جدا هتبتدي تتحرك في النادي بشكل مختلف الفترة الجاية. بنجهز من دلوقتي الحقيقة لمباريات كأس العالم، بنجهز الحقيقة للفترة الجاية ازاي النادي الأهلي أعضائه هتشاهد منتخبات منتخب مصر في كأس العالم من خلال النادي الأهلي بشكل مختلف، بشكل أجمل، بشكل أفضل، بأريحية كبيرة جدا. الحقيقة النادي بيتحرك على خطة كاملة زي ما أنا بقول في كل الملفات. هيعلن الكلام ده إن شاء الله نحن المولى خلال شهر 2 في مؤتمر، اعتقد هيبقى من يوم 15 ليوم 21، هيبقى الفتره دي هيبقى فتره العديد من الانطلاقات بالنسبه للنادي الاهلي. طيب، حتى النادي اول لما بيعلن بيبقى فيه خطوات سريعه، وده الاهم يا استاذ عمرو، ده شيء جيد جدا ومهم من خلالكم. لكن عايز اتكلم على المفاجآت اللي انتم دايما بتقدموها لاعضاء النادي الاهلي، وفي الحقيقه من ساعه ما تولتوا المسؤوليه يمكن كان في مفاجاه استاد النادي الاهلي، ودي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه للاعضاء والجماهير. ايضا المفاجآت بتتوالى من خلال برضه، وهيكون في حاجات اخرى اعتقد. بالظبط كده، برضه الوضع بتاع استاد النادي الاهلي المفروض الفتره الجايه في عدد من الاجتماعات، في وفد هيكون موجود في جمهوريه مصر العربيه خلال الاسبوع الحالي ان شاء الله باذن الله، هيتم الاعداد للاعلان بتاع التصورات كامله خلال الفتره الجايه. عشان كده بقول في العديد الحقيقه من الملفات بتدار بشكل فيه هدوء، بشكل اجتماعات مستمره، ما بنتكلمش كتير، بنتكلم من خلال قنواتنا الشرعيه، من خلال قناه النادي الاهلي، ومش اي حد بيطلع يتكلم، بيتكلم متحدث رسمي. يمكن احنا موجودين النهارده بس عشان بنغطي المؤتمر لا اكثر، انما جميع قرارات مجلس اداره بتعلن من خلال متحدث رسمي باسم مجلس اداره، واعتقد ده اللي يليق باسم النادي الاهلي. اخيرا عايز رساله من حضرتك لاعضاء النادي الاهلي، لان انا شايف بصراحه ان انتوا بتحققوا كل اللي انتوا كنتوا اتكلمتوا عليه ايام الانتخابات، وده شيء مهم ومنتظرينه طبعا كل اعضاء النادي الاهلي في الفتره. والله هكون واضح، بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي هيبتدوا هم يرصدوا الكلام ده. يمكن احنا دلوقتي بنتحرك على الجزء المهم جدا اللي هو السريع، اللي هو الخططي الاداري المالي، ازاي نوفر السيوله النقديه لدوت، ازاي نتحرك في ملفات منتظمه بمستندات رسميه، ازاي نطلع الرخص بتاعتنا، ازاي نحط المنشأ بشكله الحياه المميز اللي يليك اللي يبني عليه بعد كده فكر متطور للفتره الجايه، ازاي نتحرك على ده. اعتقد هيشوفوا الكلام ده خلال فتره قريبه جدا، ان احنا كمان ضاغطين في الوقت قوي قوي، يعني المفروض ان احنا ان شاء الله نحن المولى اذا شهر 2 باذن الله رب العالمين هنعلن ده في المؤتمر. اعتقد في عدد كبير جدا من المنشات هيتم افتتاحها ان شاء الله من خلال 6 شهور ل8 شهور. ده توقيت مميز. وحجم الانشاءات اللي في المرحله الاولى على فكره كبير جدا جدا. يعني عندنا اكثر من حوالي 9 أو 10 منشات جديده هيبقوا ان شاء الله على مستوى 3 افرع. السنه اللي بعديها في نفس المعدل 9 أو 10 برضه بنفس المعدل، محطوطه خطه كامله الحقيقه على كل المستويات. هي منشات جديده مش تطوير منشات يا استاذ؟ لا منشات جديده. تمام، في مختلف الافرع. في جزء منها منشات جديده، في جزء منها تطوير. وفي فكر جديد داخل، يعني مش عايز احرق بس يعني من ضمنها مثلا ان في حمامات سباحه لازم تتغطى. يعني انت في حمام السباحه مثلا في الشيخ زايد الحقيقه الحمام معمول على مستوى طيب جدا، بس الحقيقه نسبه الهواء هناك صعبه جدا فبيتعب قوي كل واحد بينزل هناك، معدل مش عالي الحقيقه في ده. ازاي ان احنا نوصل ان احنا نريح الاعضاء، ان الحمام ده يتم تخطيطه بشكل جديد، فده جزء مثلا من تفعيل الحمام بس بزاويه مختلفه. ازاي بقى في حمامات سباحه خاصه بالاعضاء فقط وليس خاصه بالتدريبات، الكلام ده كله ده برضه فكر جديد الحقيقه هنتحرك عليه الفتره الجايه. هنا فرع النادي في الجزيره على كل المستويات الحقيقه. على كل المستويات نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله استاذ عمرو، وطبعا الله يكون في عونكم خلال الفتره الجايه، وتحققوا كل امال الجمهور واعضاء النادي الاهلي ان شاء الله. ده طبعا كان لقائنا مع استاذ العمري فاروق، طبعا نائب رئيس النادي الاهلي.